السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. فاليوم إن شاء الله اخترت أنني نقدم لكم اللحم مشوي في الكوكوت، وأيضا الخضر اللي مسلوقة في طنجرة الضغط أو الكوكوت بدون أي قطرة ماء. فغادي نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي ندوزو باش نحضر الخضر. فهنا اخترت هاد الأنواع ديال الخضر، فخديت بطاطا قطعتها قطع اللي هما كبار كما كتلاحظوا، خديت ايضا اللوبيا اللي قطعتها ايضا قطع كبار، وايضا خديت الجزر او خيزو وغادي نحيد له القلب ديالو، وغادي نقطعو هو بالدور ديالو قطع اللي يكونوا كبار. فبالنسبه لهاد الخضر اللي كنسلقوهم في طنجره الضغط بدون اي قطره ماء، فضروري ان نخليو القطع يكونوا كبار، ومن بعد ما يطيبوا فغادي نشكلهم على حسب الحجم اللي بغينا. فغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نحيد الخيزو القلب ديالو كامل، ومن بعد نتلاقاو باش نكملو التحضير ديال هاد الخضر ديالنا اللي مسلوقه بدون اي قطره ماء. فمن بعد ما غادي نسالي التقطاع ديال الجزر ديالي، فغادي اختاريت ايضا انني نضيف الرز. فخديت واحد زلافه وخديت واحد القدر ديال الرز، تقريبا نصف كاس او نصف كاس عنبه او كاس لارب ديال الرز، وغادي نضيف عليه الماء. من بعد ما غسلته مزيان فغادي نعمر الزلافه بالماء، وغادي نسلقها مع هاد الخضر في طنجره الضغط. فخديت طنجره الضغط غادي نحط فيها الزلافه ديال الرز مع الماء، وايضا غادي نستف الخضر ديالي كل نوع على حيده، ومن بعد غادي نسد على طنجره الضغط ديالي، وغادي نخليها مده ديال 15 دقيقه على نار اللي تكون مهيله لاقصى درجه. فهكا كنضمنوا ان الخضر ديالنا غادي تسلق مزيان وما غاديش تلصق لينا وما غاديش تحرق. فنتلقاو من بعد ما توجد الخضر ديالي، من بعد ما غادي نسد عليها طنجره الضغط وغادي ندير الصفاره ديالها ونخليها على نار تكون مهيله. فهنا من بعد ما طابت الخضر ديالي، فكما كتلاحظوا الخضر راه طابت كامله كما كتلاحظوا، بطاطا طابت مزيان، وايضا الجزر او خيزو طاب مزيان، اللوبيا، الرز. فدابا غادي ندوز باش غادي نقطعها على حسب الرغبه ولا حسب الشكل اللي بغيتو صغير او كبير، فراه كتكون طايبه مزيان. فطريقه جد بسيطه وسهله، فكنحسوا على خضار مسلوقه في كما كنقولوا في ان واحد بلا ما نديرو بزاف ديال الاواني. فطنجرة الضغط واحدة سلقت مجموعة ديال الخضر وايضا الرز. فغادي نقطع بطاطا ديالي وغادي نزيد عليها خيزو، وغادي نزيد ايضا ديك اللوبيا، وغادي نسوطيها في شوية ديال الزيت البلدية مع الشرمولة اللي غادي نقدمها معكم من بعد ما نسالي التقطاع ديال الخضر ديالي. فهاد الاطباق ديال الخضره مسوطيه مع الشرموله كتجي لذيذه بزاف، وايضا مع داك الرز مع داك اللحم اللي غادي نحضر معكم ايضا، فراه كيجي طبق اللي هو متكامل وكيجي رائع بزاف. فكنتمنى انه يعجبكم والفكره وتجربوها ان شاء الله وتصدق لكم وتعجبكم. فغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي التقطاع ديال الخضر ديالي كامله، ونتلاقاو باش نشوفو المكونات اللي غادي نشرملو بها هاد الخضر. فراه كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى انكم تجربوا بنفس الطريقه وبنفس الشرموله، راه كتجي لذيذه بزاف ما تشبعوش منها. فهنا بغيت نشارك معكم طنجره الضغط ديالي، فراه ما لصقاتش فيها الخضر بزاف كما كتلاحظوا، لاصق واحد شويه من البطاطا، فماشي بزاف ماشي شي حاجه. فهنا غادي نستعمل في الشرموله غادي نستعمل معلقه صغيره ديال مركز طماطم، 4 ضمات البنه تاع البقري، شويه الملح، القليل من الابزار، نص معلقه الكمون، معلقه تحميره، القليل من السودانيه او الهريسه على حسب المتوفر، شويه الخرقوم، جوج فصوص ديال الثومه، وجوج معالق كبار عامرين مزيان ديال القزبر والمعدنوس. فتيكونوا هادو هما التوابل، وايضا غادي نحتاج واحد 4 كاس ديال الزيت البلديه. فخديت واحد المقلاه وضفت فيها هذيك الزيت البلديه، وغادي نضيف عليها دوك التوابل مع الطماطم المركزه مع الثوم
وغادي نديرها فوق النار حتى تتشحر قليلا، وغادي نضيف عليها دوك الخضار ديالي حتى تنسجموا مع الشرموله ديالي وكيتشحروا معها قليلا. فهكا كتكون، فانا سمحوا لي الاضاءه ديال الشرجم فعطات واحد اللون اسود للشرموله، فراه اللون ديالها كيجي رائع بزاف. فغير الاضاءه ديال اشعه الشمس اللي غيرت لي من اللون ديال الشرموله، فراه كتجي لذيذه بزاف واللون ديالها كيشهي. فهنا صوتيتها في ديك الزويته البلديه، فغادي نخليها تشحر واحد شويه وتدخل ديك الشرموله في الخضر، وغادي نطفي عليها. فما غاديش نخليها اكثر من القياس، فغير كنحس بان الخضر ديالي تشربت ديك الشرموله، فغادي نطفي على النار. وغادي ندوزو باش نحضروا القطع ديال اللحم، فغادي نختاروا اي قطع ديال اللحم نتوما كتفضلوا، وغادي نضيفوا عليهم واحد معلقه ديال الزبده، معلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الزبده، نص معلقه ديال الكمون، ونص معلقه ديال الملح. فتا تكون هذه هي التتبيله اللي غادي نستعملوا لهذا اللحم اللي تيكون مشوي في الكوكوت. فغادي ناخذ داك معلقه ديال الزبده، غادي نضيف عليها الملحه والكمون، وغادي نحاول انني ندهن دوك القطع ديال اللحم ديالي مزيان بهاد الخلطه ديال الملحه والكمون والزبده، فراه كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، ان شاء الله غادي يعجبكم. وكيطيب مشوي بحال درتيه في الفران، وكيجي فتي بزاف. فهكا كيكونوا القطع ديال اللحم ديالنا موجودين باش نشويهم في طنجره الضغط. ايضا فطنجره الضغط ديالنا اليوم خدمات معنا وسرعات لينا الطهي لا ديال الخضر لا ديال اللحم. فخديت نفس الطنجره ديال الضغط، دهنتها بالقليل من الزبده، فكندهنها مزيان بالزبده. وغادي نجيب دوك القطع ديال اللحم ديالي، فيمكن لكم تستعملوا كميه كبيره كيف يمكن لكم تستعملوا كميه قليله، على حسب عدد الافراد وعلى حسب المتوفر. فغادي نسد على طنجره الضغط ديالي، وغادي ندير لها ايضا الصفاره ديالها، وغادي نخليها على نار تكون مهيله مده ديال ساعه، تيكون اللحم ديالي طايب موجود داخل الطياب مزيان وكيجي لذيذ بزاف. فكنتمنى انكم تجربوه. فهنا من بعد ما حليت على طنجره الضغط ديالي، فراه اللحم كيجي فتي واحد المذاق فيه رائع بزاف. فكما كتلاحظوا راه طايب مزيان. فدابا غادي ندوز باش نقدم في الاطباق ديالي. غادي نقدم ديك الخضر المشرمله وايضا الرز. فالرز اختاريت انني نضيف له واحد المعلقه ديال الزبده والقليل من الابزار فقط والقليل من الملح. فهكا قدمت انا الرز ديالي، وجا لذيذ ايضا مع هاد الشرموله مع اللحمه، فراه جا طبق رائع جدا. فغادي نسد في الخضر ديالي، وخديت الرز كما قلت لكم اللي ضفت عليه القليل من الزبده والملحه الملح والابزار، ودرتو في واحد الكاس هكا او طاس، وشكلتو على هذا الشكل. وغادي نقدمو في الاطباق كامله بنفس الطريقه. فخديت واحد الفنجله او واحد طاس، وعمرت فيها داك الرز ديالي وحطيتو في الطرف على هذا الشكل. وغادي نجيب القطع ديال اللحم ايضا، وغادي نضيفها. فالطبق تيجي طبق متوازن ومتكامل، وكيجي لذيذ بزاف وبدون مجهود وبدون عناء. كنحضروا واحد الاطباق اللي كتكون شهيه ولذيذه. ودابا غادي ندوز باش غادي نضيف ايضا القليل من الزيتون والزيتون الاسود باش نزين هذا الرز ديالي. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم اللي كنتمنى انه يعجبكم. وكيف ديما الى عجبكم الفيديو فما تنسونيش من اللايك ديالكم. وبالنسبه للناس اللي ما مشتركينش في القناه، فكنتمنى انهم يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد على القناه. فكنشكركم على الدعم ديالكم المستمر، فهذا كيعني ليا بزاف. وكنشكر كل واحد بالاسم ديالو وكيف ديما. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. وغادي نخليكم مع الصور النهائيه ديال الطبق ديالنا ديال اليوم اللي كنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم والفكره ديال اليوم تكون عجبتكم وراقتكم. فالى اللقاء، وشكرا لكم.